إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ديموت فجأة خرج من بينهم صوت ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض لي يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها قربتي وتنقذ بها عثرتي وتقضي بها حاجتي وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين. ودخل إخوة يوسف مصر ليلتقوا بأخيهم، هم يعرفون حجم الجريمة التي ارتكبوها في حق طفل صغير. شاء الله أن يصبح أميناً على خزائن الأرض. Thank you.
ما هذا البلد المتقدم؟ كيف وصلوا إلى كل هذا التقدم والرقي؟ إنه شيء غريب حقا، هم مختلفون عنا في كل شيء. ما هذه الإنشاءات الضخمة؟ كيف استطاعوا الوصول إلى هذا؟ وأين كنا نحن؟ لا أصدق ما أراه بعيني من تقدم عظيم. هيا نذهب إلى ضفاف النيل لنستمتع بجماله. أنا لا أصدق كل هذا الجمال. أريد أن أرى الزراعة، كيف يقوم بها المصريون هنا؟ هذا هو النيل الذي يتحدثون عنه يا إخوتي، كاد أن يجف. الناس هنا تعاني من الجفاف والقحط، ويعانون أيضا من ندرة المياه. علينا ألا نطيل البقاء هنا، فما زال أمامنا رحلة العودة، كما أن أهلنا بدون طعام. أكثر ما يقلقنا أننا جئنا ببضاعة ليست جيدة، فلننظر ماذا سيفعلون معنا. هيا يا إخوتي، فأمامنا يوم طويل. أريد أن أتعرف على كل شيء في هذه البلاد. نعم، علينا أن نستثمر فترة بقائنا هنا. بالفعل، لابد أن نفعل ذلك. انظروا، إنهم يجلسون على ضفاف النهر، آملين أن يمتلئ بالماء والخير كما عهدوه. إنهم منظمون جدا، لابد أنه الرجل العادل الذي تولى أمر البلاد. نعم، يقولون إنه قد أخرجهم من المحنة الكبرى بفضل حكمته. ها هم إخوة يوسف في مصر يتعجبون مما يرون، ولكنهم لا يعلمون أن يوسف هو السبب في كل هذا، فقد أصاب القحط والجفاف قومهم، ولكن بتدبير الله ثم بحكمة يوسف عبروا هذه المحنة. وها هم إخوة يوسف يسيرون في اتجاه قصر الملك. إنها تدابير الله، فوراء كل محنة منحة من الله. انظروا إلى هذه الملابس الجميلة. مصر هي بلد القطن يا شمعون، لابد أنهم يصنعون هنا أفضل الثياب. نعم، أعرف ذلك. انظر إلى الحلي والذهب، لقد صاغوه بشكل جيد كي يعجب النساء. انظر إلى الأواني الضخمة، كل شيء هنا جميل ومبهر يا شمعون. مصر بلد عظيم وجميل. يكفي أنه البلد الوحيد الذي لا يعاني من أزمة القمح. لقد زادت المؤامرات على يوسف يا ياشورا. ما الجديد الذي حدث أيها القائد؟ لقد حاولوا سرقة القمح مرة أخرى. من هؤلاء الذين لا يريدون إلا الفساد في الأرض؟ الملك يتابع بنفسه الموقف، وسيقوم بإعدام هؤلاء اللصوص في العالم. سيعدم اللصوص أمام الناس؟ نعم،
حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وماذا عن يوسف الأمين؟ يوسف أصبح الآن أهم رجل في الدولة، والأهم من ذلك أنه اكتسب ثقة الجميع. نعم، لقد زرع القمح وخزنه واجتاز بالبلاد أصعب فترة. أعتقد أن الحرب عليه لن تنجح، فكلنا نحب يوسف. يا إخوتي، علينا أن نقول للملك عن الضرر الذي أصابنا. ولكن ماذا عن بضاعتنا؟ يا أخي، إن المصريين أهل كرم ولن يردونا خائبين. وإذا حدث ورفضوا بضاعتنا؟ نقول لهم ما قاله لنا أبونا. نذكر لهم أننا أبناء نبي الله يعقوب. هيا يا إخوتي، فلنسرع الخطى حتى نصل. هيا بنا. هذه هي صوامع القمح الذي نبحث عنه، وأظن أننا سنعود به إن شاء الله تعالى. لديهم طرق غريبة في الزراعة والحصاد، كذلك التخزين، حتى لا تفسد منهم المحاصيل. لابد أن لديهم علما لم يصل إلينا، فنحن بدو أهل رعي وهم أهل مدنية وزراعة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إنها كميات هائلة من القمح. لهذا البلد أن يفخر بكل ما يقدمه من عون للناس. زراعة وصناعة وعمران، أنا منبهر بهذا البلد. علينا أن نستفيد من كل هذا. يا إخوتي، إن قومنا في حاجة للقمح والطعام. إني أشتاق لأبينا ولأهلنا. لا أدري هل ما نعانيه الآن هو ذنب يوسف؟ يا سيدي، نحن غرباء ونطمع في أن تعطونا قمحاً لنعود به إلى بلادنا. أيها القائد، لقد سمعنا عن كرم المصريين وجودهم. يبدو أنكم عبرانيون، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي، وقد جفت الأرض ونحن في حاجة ماسة إلى القمح. هل لديكم ثمن القمح؟ لدينا بضاعة مزجاة، ونحن نطمع في كرمكم. أنتم بلد عظيم يا سيدي، ونحن سعداء أننا جئنا إلى هنا. اطمئنوا، إن مصر تحتضن الجميع. نحن مطمئنون طالما أن بمصر رجال مثلك يا سيد القائد. سنجهز لكم ما ترغبون فيه من قمح. شكراً لك يا سيدي القائد.
يا شورى، أريد منك شيئا وأريد تنفيذه بكل دقة. سمعا وطاعة يا مولاتي جيداء. أريد أن أعرف أخبار زوجة العزيز، وكيف تعيش الآن بعد موت زوجها؟ سأذهب وأعرف لك الأخبار يا مولاتي. أريد أن أعرف حالتها وكيف تعيش حياتها البائسة. نعم، هي رحلة عذاب متلاحقة. هي من فعلت هذا بنفسها. على المرأة أن تتوقف عن عشق رجل ليس لها. كان عشقاً عجيباً ليوسف يا مولاتي. إنها قصة حب. أضاعت امرأة وتسببت في سجن رجل مظلوم. هي الآن تحصد آلام السنين. اسمعي يا شورى، اذهبي إليها دون أن تشعر، واطمئني على أحوالها وإن كانت تريد شيئاً. سمعاً وطاعة يا مولاتي. يوسف الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان من الصابرين. لما اخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب ابوه ليه. واحد منهم قال ده يموت، فجأة خرج من بينهم صوت. واحد منهم قال ده يموت، فجأة خرج من بينهم صوت. سجن سنين، عاش يعقوب من بعده حزين.